نعرف احنا ولايتنا الحمد لله اليوم راه عندها عده مشاريع من هذا الحجم هذا، سواء بالنسبه لمجلس القضاء، سواء بالنسبه للجامعه 5000 و8000 كما نقول مقعد بيداغوجي، وكذلك بالنسبه للسد، سد طبعا هو اللي معروف، سد وجدره، وهذا طبعا اللي حل مشكل تاع ازمه المياه على مستوى الولايه تاعنا وخاصه في البلديات الشماليه. وبالنسبه للسد هذا السعه تاعو 35 مليون متر مكعب.